أكد كارينيو مدرب نادي النصر السعودي أن هذا الموسم يختلف عن سابقه بالنسبة له، كما دافع عن طريقته في التدريب بداية الإعداد. مراسل العربية محمد القناص التقى المدرب وكان هذا الحوار. أنت كنت مع الفريق في الموسم الماضي، ما الذي تتغير؟ ما هي المخططات التي تغيرت لديك هذا الموسم عن الموسم الماضي؟ هذا الموسم يختلف عن السابق بأني أبدأ مع النصر منذ بدايته، عكس العام الماضي الذي دربت فيه في منتصفه، وهذا إيجابي لأني أعرف اللاعبين جيدا. دائما تكون بداية مع بداية الموسم أفضل في النتائج من الموسم الماضي، يعني أنك تبدأ في منتصف الموسم. في الموسم الماضي احنا شاهدنا السيد ماتورانا مثلا كان بدأ مع الفريق من بداية الموسم وكان معهم في الموسم اللي قبله، لكن النتائج لم تكن في صالحه. كيف بإمكانك أن تتفادى مثل هذا، يعني مثل هذه المشكلة؟ هذه ليست قاعدة. هناك مدربون يبدأون بشكل جيد وينهون الموسم بشكل سيء، وهناك العكس، وهذه تحصل مع مدربين، وليس شرطا أن ما حدث مع ماتورانا الموسم الماضي يحدث معي هذا الموسم. في هذا الموسم أنت تأخرت عن الحضور عن بداية التدريبات يعني فترة معينة، الإدارة قالت أن الأسباب كانت أسباب ظروف خاصة بك أنت، لكن شاهدناها يعني حينما أودعت في حسابك مبلغ المتبقي من الموسم الماضي حضرت مباشرة إلى الفريق. هل استطعت أن نقول أنه فعلا تأخر المستحقات هو السبب في تأخرك؟ الحديث عن مستحقاتي شيء شخصي، من حقي عدم الإجابة عليه. أنا هنا لأجيب فيما يخص كرة القدم. أيضا حينما وصلت إلى الفريق فوجئ الجميع بأنك بعد يوم من التدريبات تمنح اللاعبين راحة، وخلال الفترة التي أشرفت عليها في التدريبات هذا الموسم يعني شاهدناك تمنح اللاعبين راحة لمدة يومين. البعض يقول أنه ربما كارينو بدأ يفقد حماسته للعب مع الفريق أو لتدريب الفريق. هذا الأمر لا ينقص من حماستي أبدا، هذه طريقتي في العمل منذ 14 عاما في التدريب، ولا علاقة لهذا الأمر بحماستي أو غيرها. مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد انضموا للفريق سواء محليين أو أجانب، كيف شاهدت هذه الصفقات؟ حتى هذه اللحظة أنا سعيد بالعمل مع هؤلاء اللاعبين وهذه الإدارة، وأرى أن المجموعة الحالية مميزة وستتضح الفائدة الفنية للاعبين الجدد والسابقين على أرض الملعب.